إخراج الدم يعني في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث هذا في إشكال من حيث المعنى، يعني المحجوم يفطر لأنه أخرج شيء من بدنه، طيب الحاجم لماذا يفطر؟ لماذا الحاجم يفطر؟ بعضهم قال لأن الحاجم يعني يسحب الدم بفيه فربما دخل شيء، طيب ربما، وإذا ما دخل؟ الآن الحجامة بالأدوات الصينية ما يضع في فمه شيء، إما يضعها نارية أو يشفطها شفط بيده، فلماذا الحاجم يفطر؟ فصار في إشكال في الحقيقة، فلذلك الاحتياط هنا ممكن جدا. لماذا؟ لأنه بإمكانه أن يحتجم بعد الإفطار أو قبل الصيام أو قبل رمضان أو بعد رمضان، فلماذا يدخل نفسه في مسألة يفسد صومه أو لا يفسد؟ يعني الصيام غالي على المسلم، لماذا يدخل نفسه في هذه المتاهة؟ فيتجنب استخراج الدم يعني بحجامة أو بفصد، الفصد يعني يقطع من العرق يجعل الدم ينزل ثم يوقف. نعم، إذا كان حتى مثل شيخنا عثيمين يقول أن تبرع بالدم بكمية كبيرة هذا يفطر، لكن لو كان لكميات قليلة اللي يسمونها للتحليل هذا ما يفطر. نعم.